صباح الخير لكم مشاهدينا، ونطلع عليكم بنهار جديد مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان ضمن برنامج أحلى صباح. يعني بالرغم من كل التحديات والشحونات والمصاعب، وخاصة يعني لما نكون هيك قاعدين قعدات بنستمع للأعلام، دايما في أخبار عم بتكون سلبية يمكن عم نحملها معنا طيلة النهار، ولكن نحن واجبنا كل صبحية نقضيها معكم، نفتح لكم باب أمل جديد حتى من خلاله نقدر نرجع ننشل صحتنا النفسية، خاصة آخر سنتين كانوا فعلا كتير صعبين. شهر أيلول هو على مدار كل هيدا الشهر بيكون الشهر التوعية حول الانتحار. قديش ضروري بهيدي الفترات نكون عم ننتبه على صحتنا النفسية، لأنه هي المفتاح لكل الصحة، إن كان الجسدية أو حتى بتعاطينا مع الآخر، خاصة عند الشباب يلي أول هيك طلعته بيكون ضايع مش عارف شو بده يعمل، وفجأة بيلاقي حاله ضايع أكتر، مش يعرف ياخد القرارات اللازمة، أي طريق يسلك، بيسافر، بيبقى، بيترك أهله، أصحابه، كل شيء خطط له يمكن بلمح البصر طار. ولكن كمان إذا عنا هالإيمان والرجاء والمحبة بقلوبنا، أكيد لازم نفكر بطريقة رح نبقى بلبنان، ورح يرجع كل شيء مثل ما كان بإذن الله. يمكن بياخدنا هيك فترات طويلة حتى لنرجع نستجمع حالنا، ولكن دايما خلونا نتذكر إنه ما في حزن بدوم، وكمان ما في فرح بدوم، وكله فاني، ولكن دايما بتبقى أفعالنا، وهيدي البسمة يلي منبلش فيها نهارنا ومنقدر ننشرها للآخر هي يلي رح ناخدها معنا لبعدين، وخاصة أفعالنا، ومثل ما بيقولوا يعني الكلمة الحلوة اللي منتركها. كورونا دايما يعني بعدها الأكبر مشكلة بالعالم وأصغر مشكلة بلبنان، ولكن طبعا الأعداد بعدها على ارتفاع، أوقات بترتفع أوقات بتنخفض، بالرغم من أنه أعداد اللقاحات كانت عم بتزيد بالأيام الأخيرة، ولكن سجلت وزارة الصحة اللبنانية بال24 ساعة المنصرمة 718 إصابة، موزعين على الشكل التالي 703 إصابات من المقيمين و15 إصابة من الوافدين عبر مطار رفيق حريري الدولة. وطبعا أكيد منذكر بالخطوط الساخنة إذا بدكم أكيد للاستفسار عن أي معلومة حول كورونا، للتسجيل على المنصة، أو إذا بعد ما إجا دوركم بتقدروا تتصلوا على 1787 كرمال كل هالمعلومات، أو على 1214 بما يخص اللقاح، أو حتى للاستفسار أيضا عن كل المعطيات الأخرى. وطبعا أكيد عالميا بتبقى الولايات الأمريكية المتحدة بالصدارة، بيتبعها الهند، من بعدها البرازيل، ومن بعدها روسيا، وطبعا بترجع بتتالى البلدان ما بين أوروبية وأمريكا اللاتينية. كورونا ما خلصت، بعد واجب علينا ناخد كل الإجراءات اللازمة كرمال المصلحة العامة، كرمال المجتمع، كرمال يلي منحبهم حتى ما نخسرهم. مسؤولية بتوقع علينا مش بس على الدولة أو على المعنيين، خلونا نلتزم أكيد تا نقطع هذه المرحلة بأقل أضرار ممكنة. مشاهدينا دايما مثل ما عودناكم وتعودنا هيك نروح بلمحة على فقراتنا الثابتة، وطبعا للضيوف يلي رح تنضم لنا، ولكن قبل ما نروح هيك بجولة على ضيوفنا رح نروح لغرفة التحكم المروري لنعرف أحوال الطرقات صباح اليوم مع المعاون أول خضر بزي. صباح الخير. أهلك لجميع المشاهدين، صباح الخير، إن شاء الله تكون منيح يا رب. وحضرتكم كمان لو سمحت إذا فيك تطلعنا على حال طرقات صباح اليوم. حركة السير عم تكون يعني فينا نقول في بعض المناطق فيها كثيفة على باتجاه مداخل بيروت، مدخل الجنوبي لبيروت عم تكون عنا حركة سير طبيعية إلى ناشطة على طول الأوتوستراد، إن كان من صيدا باتجاه النعمة خلدي أنفي المطار، وحركة السير طبيعية على خط الوزيعة باتجاه بيروت، وحركة السير ناشطة ناشطة على خط شويفات الحدث باتجاه بيروت أو بالاتجاهين. مدخل البراعة عم تشهد حركة سير ناشطة من دخل البيدر مرورا بحمدون وحتى الكحالي حتى بيروت بالاتجاهين حركة سير ناشطة، فعنا حركة سير فقط ما بين الحزمية باتجاه السيد. مدخل المدخل الشمالي عم بيكون عنا حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب دبي، ليبدأ ضغط السير من أنطلياس باتجاه جل الديب وصولا حتى الدورة. طبعا هونيك في محطات بنزين أكيد في توافد عليها، ومن بيروت باتجاه الشمال عم بتكون حركة سير ما بين الدورة حتى نهر الموت.
ضمن بيروت بشكل عام عندنا حركة سير كثيفة على المطار القديمة المسلك الغربي يعني باتجاه المطار بسبب التوافد على محطة المحروقات. كمان عندنا حركة سير على الطرقات المؤدية إلى الأشرفية، حركة سير ناشطة على الطرقات المؤدية كثيفة فينا نعتبرها الطرقات المؤدية إلى فردان والحمرة، حركة سير ناشطة على طريق كورنيش المزرعة مار الياس باتجاه الواجهة البحرية لبيروت. هيدي بالنسبة لحركة السير. أما بالنسبة للحوادث تسجل عنا 7 حوادث 14 جريح مع تمنياتنا لجميع السائقين القيادة بهدوء عدم السرعة عدم التلاهي على الهاتف حرصا على سلامتهم. يعني بيكفي الإنسان الأحداث اللي عم تصير معه يوميا صحيح. فكمان لازم نحن نخفف عن حالنا عدم السرعة حرصا على سلامتهم. نكون مسؤولين على القليل، يعني معروف هيدا المثل الشائع بلبنان بيقول بدك تسوق عنك وعن غيرك، فخلينا نتوخى الحذر طبعا. نعم صحيح. بالنسبة لمحاضر ضبط السرعة 556 مخالفة كمان، يعني هودي عم بيكون كل يوم معنا محاضر ضبط سرعة والإنسان بيعرف أنه على الاوتوسترادات لازم يخفف السرعة. مبدئيا هذا كل شيء خطنا الساخن، نحن 17-20 بخدمة الجميع. شكرا لك المعاون خضر بزي من غرفة تحكم المروري، يعطيك ألف عافية. أكيد مشاهدينا بنطلب منكم توخي الحذر، وأكيد بنطلب من المعنيين وخاصة مع الحكومة الجديدة كمان الانتباه للطرقات والبنى التحتية وخاصة إضاءة الأوتوسترادات السريعة. رح نروح هيك كمان بجولة لأبرز ضيوفنا اليوم. رح ينضم لنا إبراهيم رجب وزاد خليفة. إبراهيم هو عازف مدرس وعلى بيعزف على آلة العود بالكونسيرفاتوار، وزاد خليفة أيضا هو عازف ومدرس وطبعا بيعزف على الدف بالكونسيرفاتوار. والموضوع اليوم رح يكون عن الإيقاع وآلة العود، هن من أساس الآلات الشرقية. كمان رح تنضم لزميلة بيا مخول الإعلامية بتول سليمان يلي هي عضو جمعية سبت بعلبك الثقافي، حتى نحكي عن مؤتمرها الأول بعام 2021. كمان رح تنضم لنا الدكتورة أمية مشرفي اللي هي اختصاصية بالأمراض المعدية والجرثومية، حتى نحكي عن اللي عم بينظمه المركز الطبي بالجامعة الأمريكية اللبنانية بمستشفى رزق وبالتعاون مع البلديات عن لقاح فايزر والمسجلين على المنصة. وبتنضم أيضا لزميلة بيا أدريانا بو ديوان اللي هي مسؤولة قسم الالتزام المجتمعي بمؤسسة أديان ومديرة مشروع النساء والأديان والحقوق في لبنان. وطبعا الموضوع يلي هو مشروع النساء والأديان حقوق الإنسان في لبنان. وأخيرا بتنضم لنا أماني محمود قسقس اللي هي كاتبة، حتى نحكي عن قصة للأطفال بعنوان الفيروس كوكو بالمدرسة. أكيد بهذا الإطار كمان بنتمنى هيك السلامة الدائمة للفنانة ماجدة الرومي اللي تعرضت مبارحة لوعكة صحية مسرح جرش. أكيد كل السلامة لها. ومن هيدي الجولة على المواضيع منروح دايما مع فقراتنا الثابتة، والبداية دايما مع الكوتش ثائر حسكور. شكرا للكوتش ثائر حسكور اللي دايما هيك بيعطينا كل التمرينات السهلة وخاصة انه نكون عم نتمرنهم بالبيت. من الرياضة طبعا منروح لفقرة الطقس من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق حريري الدولي مع المهندس محمد كنجي اللي هو رئيس قسم التقديرات السطحية. صباح الخير. صباح النور. هلا ان شاء الله تكون بخير يا رب. الحمد لله ان شاء الله. لو سمحت اذا هيك فيك تعطينا جولة على الطقس وتطمنا هل رح تشتي بعده الطقس مستقر، يعني تعطينا كل تفاصيل الطقس لهيدا الاسبوع. بالنسبة لليوم بلشنا من الفترة الصباحية نتأثر بالمنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود، بلش يتغير الطقس، عم نشوف اشتداد بسرعة الرياح ببيروت هلا بحدود 35 كيلومتر بالساعة، رياح ناشطة عم بتكون أكيد بالمناطق الشمالية عم تكون أقوى والمناطق الجبلية. من المتوقع أنه سرعة الرياح خلال النهار تزيد، ممكن توصل ببعض الأماكن خاصة بالشمال لحدود 75 كيلومتر بالساعة، وهون الناس بدها تنتبه بالنسبة لسياراتها ولتطاير اللوحات الإعلانية ممكن يصير بعض هالمشاكل. بالنسبة للأمطار، الأمطار للصراحة تأخرت شوي اعتبارا من الظهر أو بعد الظهر حتبلش الأمطار، واضح أنه هي كان المتوقع أن الفترة الصباحية تبلش.
بس حيكون عنا يعني بالفترة المسائية بعض المناطق غزارة بالأمطار، خاصة المناطق الشمالية ممكن تتعدى 4 مليمتر تقريبا، يعني ما مبين أكثر من هيك. امبارح ببعض المناطق الجبلية بالليل يعني تقريبا بعد منتصف الليل تسقطت بعض الأمطار بس هيك بشكل خفيف. صحيح، الأمطار اللي تسقطت امبارح كانت خجولة ناتجه عن ارتفاع نسبة الرطوبة أو كثافة الضباب وتدني درجات الحرارة بالمناطق الجبلية. هلأ لا، الأمطار ممكن يصير في عنا عواصف رعدية بالفترة المسائية، عم نحكي عن شتوية ميني شتوية. نحن بلشنا بفصل الخريف يعني اليوم انتهى فصل الصيف ولمسنا تغيير من امبارح بالهواء بتدني درجات الحرارة. عنا تدني بدرجات الحرارة عن امبارح على الساحل بحدود الدرجتين، بالمناطق الجبلية بحدود 3 درجات، بالداخل بحدود 4 درجات عن امبارح. نعم. يعني عم نفوت بالخريف تدريجيا. الأمطار حترافقنا لبكرة الظهر، بكرة الظهر ببلش الطقس يتحسن ويستعيد استقراره. مثل ما عم نشوف على الصور الكتلة الباردة عم تقرب علينا، حتضل اللون الأخضر بعيد عننا. لو اللون الأخضر أقرب شوي كنا لمسنا تدني ملحوظ وكثافة أو غزارة كبيرة بالأمطار والعواصف الرعدية. نعم. حتى الأمطار يعني عم نشوفها تونجونت على لبنان، يعني ما عم تدخل على كل المناطق اللبنانية، تقريبا الساحل اللبناني وبعض المناطق الشمالية والمناطق المحيطة بالساحل اللبناني. نعم. هيدي المناطق الأكثر عرضة. هلأ بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم المتوقعة على الساحل بين 22 و 29 درجة، بالمناطق الجبلية بين 16-17 درجة لحدود 24 درجة بتدني بالحرارة القصوى 3 درجات عن امبارح. صحيح. وبالداخل تحديدا زحلة عم تكون بين 14-15 درجة لحدود 28 درجة، امبارح وصلت لحدود 33 درجة. ببيروت هلأ الحرارة بحدود 27-26 درجة ونص والرطوبة 65%. الهواء ببيروت هلأ مثل ما حكينا بحدود 35 كيلومتر بالساعة. بيبقى ضيف انه النهار عم بعده عم يقصر. اليوم شروق الشمس الساعة 6:26 دقيقة، الغروب الساعة 6:34 دقيقة، بعد تقريبا في شي 8 دقائق تيتعادل الليل والنهار. هيدا بالإجمال كل شيء. شكرا لك المهندس محمد كنج من مصلحة الأرصاد الجوي بمطار رفيق الحريري، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا قبل ما نتابع طبعا كل حواراتنا وضيوفنا لليوم منروح لفاصل اعلان صغير ومن بعدها منتابع. عودة لكم مشاهدينا ومتابعين صفحيتنا معكم لليوم، أكيد منذكركم بكل مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتقدروا تكونوا عم ترجعوا تتابعونا، فيسبوك انستغرام تويتر أحلى صباح، أو حتى كرمال حلقة كاملة على يوتيوب أحلى صباح تيلي ليبان. بحوارنا هلأ رح نروح لأصغر استاذين بالكونسيرفاتوار، زاد خليفة وإبراهيم رجب. إبراهيم رجب هو عازف ومدرس على آلة العود بالكونسيرفاتوار، وزاد على آلة الدف بالكونسيرفاتوار الوطني. ولكن اول شيء صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبدا هيك الحوار، شو رايكم نروح مع المشاهدين بمقطوعه هيك موسيقيه؟ يلا يلا. اكيد اكيد اكيد. Thank you.
يعطيكم الف عافيه. اسم الله عليكم. يعني حتى صحيح انكم مدرسين وبالكونسيرفاتوار ومحترفين، بس انه اسم الله عليكم هيك بلا نوتة بلا شيء، وكيف التناغم بيناتكم. قبل ما ننتقل طبعا للحوار والتناغم ويعني اهميه الايقاع بالموسيقى، رح نبتدي معك ابراهيم رجب. حضرتك موسيقي من الشمال، تحديدا من المينا. صحيح. خريج الكونسرفاتوار بدرجه ممتاز بماده العود، عازف ومدرس لاله العود بالمعهد الوطني العالمي العالي للموسيقى بالكونسرفاتوار وبمدارس ومعاهد خاصه، وايضا مؤلف موسيقي وملحن لقصائد غنائيه ومقطوعات موسيقية آلية. بداية يعني اختيارك لهالآلة، خاصة انه هي شرقية يعني بتمثل كتير حضارتنا وثقافتنا. صحيح. خبرنا اكثر عن اختيارك لهالآلة. هو كل شيء بيرجع من البيت، يعني لما بتكوني موجودة بين اهل عم يسمعوا كل الوقت عربي اكيد، وعم يسمعوا الهوية اللبنانية الفلكلور اللبناني. صحيح. وصدفة انه يعني انا بالبيت الاصغر شيء، يبقى في الجيل الأكبر دايماً عم يسمع الأكثر يمكن الرحابني، وعم يسمع يمكن كمان المحاور الأم كلثوم وإلى آخره. بقى أكيد تأثرت بهالمادة هيدي، وأنا بصدفة كمان الوالدة صوتها بتغني يعني، الله يخلي لك إياها. تأثرنا أكيد بالموجودين من الفنانين العرب. كانت العود أقرب شيء لألي صراحة، يعني بتعبر أكثر شيء عن شخصيتي. صحيح. دائما في يعني فنانين أو عازفين من هني وصغار هيك مثلا كانوا يتسللوا على حدا، يسمعوا حدا عم يعزف. صحيح. يروحوا يمكن على بعض النوادي مطرح ما بيعزفوا العود. خبرنا، كان عندك شيء تجربة من هالتجارب؟ بداية بلشت أني أسمع أكيد فريد الأطرش، ما كنا نسمع ما في بيت إلا ما كان نسمع. صحيح. حتى كمان عبد الوهاب وإلى آخره، وصولا لانه كمان تاثرنا بالصوت، يعني صوت العود هو صوت حنون صراحه. وانا اللي قدرت اني اسمع ونفذه هو اكثر شيء الاسطوانات الكاسيتات، حتى لما كنا نسمعهم قبل نقدر نسمع باستمرار هذا الكاسيت، ان كان مارسيل خليفه كمان بنوجه له تحيه طبعا، ان كان يعني قدره الاله العود تكون الوحيده اللي هي عم تفهمني يمكن. واكيد في النوادي نحن بنذكر في عنا بالمينا بيت الفن، كان كثير من النوادي اللي هو كان يستقبلنا، كنا نعمل فيه البروفيت، وكنا حتى كمان ندرس البرايفت يمكن ندرس المادي بشكل خاص. أكيد هون بدنا نوجه تحية لطرابلس كلياتها، يعني دايماً منظهرها بصورة بشعة، ولكن لا، هي مدينة النور والثقافة بالفعل والفن. بالفعل المدينة اللي عن جد فيها أمل. يعني بذكر نحن بعدنا كنا عم نحكي من شوي أنه أنا وأستاذ زاد أنه المينا بالتحديد يعني فيها فنانين كتير، يعني من كان رسم ونحت، كان حتى كمان موسيقى وأصوات حلوة، ونحن بنشهد كل اسبوع تقريبا كونسرت بيكون موجود وحفل غنائي احيانا بيكون. صحيح. اكيد رح نرجع ننتقل معك لواقع الموسيقى بلبنان، تحديدا لدراسه اله العود، خاصه انه حضرتك مدرس، وواقع الموسيقى بالشمال تحديدا. ولكن رح ننتقل لزاد خليفه، حائز على شهاده ليسانس من المعهد الوطني العالي للموسيقى بالايقاع الشرقي بدرجه ممتاز عام 2018، كمان استاذ بالمعهد الوطني العالي للموسيقى لاله الرق والفرق الموسيقيه الطلابيه منذ العام 2018 ايضا، وعندك اعمال فنيه كمان هيك اطلقتها على السوشيال ميديا، ابرزها انت يلي هي فرديه من الحانك وتوزيعك من كلمات بطرس روحانا، يمكن هو خالك خالي. صحيح. صح. وغناء الياس زياده، كمان عندك غنيه يعني بتحاكي الواقع يلي هي الهويه، كمان عملت معها فيديو كليب. بلش بمناشده الواقع ورجعنا انتقلنا الى المناشده بالتغيير. صحيح. وكمان شاركت بالعديد من الحفلات ان كان بلبنان والمهرجانات او حتى بالخارج. زاد يعني كمان نفس السؤال، يعني انت من عائله فنيه من الميلتين. صحيح. ان كان من ميله الوالد او حتى من ميله الوالده، شو اللي كمان دفعك اكثر انك تنقي هيدي الاله بالتحديد؟
هلا بس بالبدايه بحب اقول شغله انه نحن عزفنا بالاول موسيقى بعنوان موسيقى الخيام اللي هي لمارسيل خليفه. هي موسيقى عملناها بس كانت حاله الكورونا بأوج وبعز كانت بالصدفه على فكره بعز الاقفال العام يعني. فطلعت طلع هذا الفيديو يلي نحط على السوشيال ميديا بشكل عفوي، فحبينا اليوم هيك نبلش فيه تنذكر كمان بكيف انا واستاذ ابراهيم يعني اشتغلنا لاول مره سوا بهالفيديو الصغير. بالنسبه لآلة الرق، اول شيء تاثرت باستاذي هو استاذ علي الخطيب. كنت صغير انا كنت احضر حفلات لشرب الروحانة الفنان، بوجه له تحيه كمان، عازف العود والفنان العالمي. كنت صغير روح احضر حفلاته، كنت اتاثر انه كيف آلة صغيره مثل هالاله يقدر يكون اوقات بيكون لحاله على المسرح مع الفرقه كعازف ايقاع في رق، بس ما يكون في طبله او درامز او فرقه كامله. اتفاجئ انه كيف هالآلة الصغيره بتقدر تعطي كل هالصخب او كل تقدر انه تملي فراغات معينه، مع انه هالآلة بتغطي ريجسترات معينه بالموسيقى، منا آلة كثير كبيره من هالناحيه. فمن هنيك بلش حبي للآلة وتوسعت بغير آلات بعدين يعني عبر دراستي الموسيقيه بعدين. اسم الله عليكم، يعني كلياتكم بالبيت اخواتك. صحيح انت صحيح. شربل اكيد روحانا الفنان الكبير اكيد بنوجه له تحيه، هو خالك ايضا. صحيح. واللافت انه قلت له استاذه ما قلت له خالي. لا انا كنت عم بحكي عن استاذه كنت عم بحكي عن استاذ علي الخطيب اللي هو استاذ الآلة يلي انا تاثرت فيه بالاول وكفيت معه بعدين، ومع أستاذ وليد ناصر أكيد اللي هن أساتذة بالمعهد العالي، ورجعت كفيت بعدين يعني بغير آلات وبغير باركور يعني. طيب بنرجع بنسمع هيك معزوفة تانية، شو رأيكم؟ أكيد يلا يلا تحية لك. إحنا هلا على الصبح منيحة وبركي بنشتغل يعني. يلا يا ضارب دوري فينا. Thank you.
وعن جد يعني قديش هالقلتين بنفس الوقت بنقدر نسمع هيك اغاني هاديه وكمان بنوجدوا باغاني يعني ما بعرف كثير بالموتكنيك بس انه باعلى الموسيقى بتكون اعلى بيبقى الـ الـ يعني الايقاعيه بتضبط يعني بتضبط الـ اذا بدك الايقاع بتضبط المغنى حتى وفي عندنا نحن ميزه بالموسيقى العربيه ما بعرف اذا صح التعبير نحن مترونوم اجمالا يعني مش كتير محبز يعني نحن في الموسيقى العربيه دائما بالمغنى بناخذ وبنعطي يعني بده يكون العازف بيكون عم يغني اساسا لو ما عم يغني بده يغني بآلته صحيح. ففعليا نحن بنقول انه عازف الرق هو بيكون كمان عم يغني خصوصا انه كمان هالآلتان يعني بيتخاوا كثير سوا يعني هي آلة الرق آلة مرافقة يعني للعود بالاساس صحيح. يعني صحيح وبيتكاملوا مع بعضهم بالمطرح إبراهيم يعني أقدم دلائل أثرية تاريخية لآلة العود بتعود لتقريباً 5000 سنة صحيح شمال سوريا صحيح وطبعاً وجد الكثير من الأثرات عن آلة العود اليوم يعني عبر التاريخ وصولاً ليومنا هلأ كيف بتحس الإقبال على آلة العود تدريسها هل في تلاميذ بعدها بتحب خاصة أنه حضرتك أستاذ ويونغ بعدك شاب وعم بتدرس هيدي المادة الموسيقية وبنفس الوقت هل عم بيكون في إقبال كمان للشباب؟ بهالأيام كتير عم نحس في إقبال لآلة العود لأن دايماً من آلة العود بيتاخد المطرب المغني المؤدي والعازف بحالة الطبيعة عم يكون في إقبال عليها لسبب لأنه عم نرجع للأصل يعني لا يصح إلا الصحيح العود هو آلة يعني آلة بتحمل هويتنا ما فيش الواحد يهرب من هويته صحيح. وخصوصا انه نحن حتى بالكونسرفاتوار ماده العود هي بتلازم الاشخاص اللي عم يعملوا اختصاص المغنى العربي الغناء العربي يعني كمان ليصحح اذا بدك ليصحح غنائه ليصحح مخارج الحروف حتى كمان لانه كمان بدنا ننتبه انه آلة العود هي كمان آلة بتعتمد على العزف بالريشه فاذا فيها نوع من الايقاع يعني كله بيكمل بعضه احيانا اوكي ونفس السؤال كمان لزاد يعني آلة الرق أيضا هل عم بيكون في كمان إقبال لتلاميذ عبالهم يتعلموها تحديدا أو أوقات بيروحوا لأنه مجبورين يتعلموها هلأ هي آلة الرق عم نحكي بالكونسرفاتوار الوطني بالكونسرفاتوار في اختصاص للرق في اختصاص للطبلة وفي كتير اختصاصات بقلب الإيقاعات بشكل عام هلأ الرق كآلة اختصاص بعدها لهلأ ما كتير في هيك حماس من الطلاب لا يفوتوا فيها بس الشيء يلي بيلفت انه يلي عم يدرس طبله في كثير منهم عم ينقلوا على الرق وفي منهم عم يعملوا الالتين سوا فخصوصي عند الطلاب الصغار بالعمر في على طول هيك مثل نقزه على الاله لانه شوي هيك اذا بدك مهمشه حاليا بظل هالاوضاع للاسف فاذا بدك الطبله هي اله اكثر يعني شعبية أو أكثر مزبوط يعني محبزة عند الناس كونها يعني بتفوت وين ما كان شائعة أكثر شائعة أكثر مع أنه هي إذا بدك الأساس الإيقاع العربي أساس الموسيقى العربية والتخت الشرقي اللي نحن بنعرفه اليوم فيلي بفوت على المعهد ليعمل إيقاع أو ليعمل طبلة بيدرس رق أول فترة بيكون شوي نقزين لأنه فيها شوية صعوبات فيها شوية إذا بدك تقنية مختلفة عن طبلة وأصعب بس لما يتعلق بالآلة شهرين ثلاثة أربعة لقدام بنحسه أنه لا بلش يحب الآلة يعني صحيح يعني هي بس بالأول في شوية صعوبة بعدين عم بيحبوا وعم يتعلقوا وفي منهم عم بيكفوا بس رق يعني عم بيكفوا للأخير لأنه بيعتبروا يمكن بالبداية أنه التكنيكس يمكن صعبين أو مش رح نستعملها أو في شيء بيغطي عنه طيب زاد قبل ما ننتقل لإبراهيم اليوم واقع الموسيقى بلبنان خاصة آخر سنتين يعني قطعنا بفترة كورونا والحجر المنزلي وغيره من الظروف الصعبة شو واقع كيف توصف الواقع الموسيقى اليوم بلبنان؟ هلا بفترة كورونا كان الواقع الموسيقي صعب شوي يعني نحن الموسيقية أول ناس تضررنا ويمكن آخر ناس نرجع من بعد ما تخلص هالجائحة فقعدنا بالبيوت يلي عنده سفر وشغل برا ما عاد قدر يسافر ولا يشتغل والتعليم صار عن بعد وكمان أصعب خصوصي مع ناس شوي بيكونوا يمكن مع الأطفال أو اللي شوي صغار بالعمر بصير التواصل صعب وبظل هالأوضاع
فكان في شويه صعوبات من الناحيه، يعني من الناحيه التعليميه ومن ناحيه الحفلات والسفر وكل شيء، مشاريع تانية. صحيح. هلا الواقع الموسيقي شوي صعب، بس شوي شوي عم يرجع كمان من بعد ما يعني مع هلا عمليه التلقيح وهيك بالعالم، عم ترجع تفتح شوي كل المشاريع والحفلات والمهرجانات، يعني ان شاء الله شوي شوي بترجع تمشي الامور عالميا ان شاء الله. وعنا كمان يعني ايه على امل، خاصه بلبنان يلي كان يشهد كثير من الحفلات. صحيح. وحتى طبعاً طبعاً. من المهرجانات. صحيح، المهرجانات والمسرحيات الغنائيه ايضا. صح. يلي كانت كمان تضم لها العديد من الالات، وكانت الداعم الاساسي للشباب، يعني كانت مفتاحهم لطبعا الشهره يمكن اذا هن حابين يخوضوها. ابراهيم ترجع لك اليوم بطرابلس تحديدا، نعم. لما بيعرفوك انه انت بتعزف على آلة العود، شو صحيح. اول كلمه بتسمعها؟ كنت اخر فتره عم بسمع كثير عازف الامل كانوا بيحكوني، لانه كان دائما نحن يعني مثل ما بيقولوا باللغه هيك الشعبيه انه حيرتنا ضيقه ونعرف بعضنا، فكل الجلسات وكل الاصحاب بدهم اخر شيء بالنهايه يسمعوا امل، يعني بدهم يسمعوا شيء يفرحهم، شيء يكون مرافقنا بالفرح وبالحزن حتى كمان. يعني انا بذكر كثير منيح لما اي مناسبه تصير كان دائما العود بشكل اساسي ينطلب، يعني حتى بالمينا حتى بطرابلس حتى بالشمال بشكل عام دائما في الهويه العود ما عم تنسى. وانا كثير بكون مبسوط بهال يعني بهالعنوان هيدا، لانه صحيح. منه نحن بنقدر نزرع عن جد الامل. وجودكم اليوم معنا تسلمي لي، هيدا يمكن بيسموه سلاح عن جد اللي فينا نحارب فيه. صحيح. يلي هو انه بدنا نصبر وبدنا نزرع ثقافتنا، اهم شيء ما تفلوا من لبنان باقيين، يعني بقيين. ان شاء الله عاد ما بنقدر باقيين، لطالما عم نعزف مع استاذ زاد باقيين. هي تسلم. يا اهلا وسهلا فيكم، يعني اول شيء بتلفزيون لبنان، ثاني شيء نحن نفتخر فيكم ونكبر فيكم، لانه اليونج بيبل كلها عم بتفل، فبالعكس بدنا نعطي شيء للبنان تيضل مستمر. وبما انك عم تحكي عن الامل هيك، شو رايكم كمان نسمع شيء اضافي ونعطي امل زياده للمشاهدين؟ يلا ان شاء الله نسمع. يلا بنت الشلبيه مثلا. بنت الشلبيه عروسه. يلا بحبها لهيدي الغنيه صراحه. جايين على فكره يعني جايين مش كثير محضرينها، يعني صارت القصص بسرعه. لا اسم الله عليكم، هلا بعد الشيء المعروف نختم بشيء رابع، واكيد اسم الله عليكم جاهزين دائما. ولكن قبل ما نختم زاد، انت كان في عندك مشاركات بالخارج بفعاليات موسيقيه بمهرجانات ومع فنانين معروفين، خبرنا اكثر عن هيدي التجربه. هلا انا مزبوط عمري شوي صغير، بس يعني بهالأربع خمس سنين قدرنا نعمل شوية تجارب
يعني ساعدتني واعطتني خبره يعني اكبر بالموسيقى واذا بدك بتجربه المسرح بحد ذاتها، لانه ما لنا هينه تعزفي قدام 1000 و2000 و3000 شخص و5000 شخص. فكان عندي مشاركات يعني كثير حلوه بعتز فيها، يعني مع مارسيل خليفه، مع شرب روحانا، مع جابريال يارد، مع عبدو شريف، مع كثير من الفنانين يعني يلي شاركنا معهم، ان كان بحفلات ولا مشاريع ولا حتى تسجيلات ولا مسرح غنائي. فهذا الشيء اكيد بيعطي يعني خبره لحدا انا بعمري وحدا بعده اذا بدك باول طريق، واني اتواجد مع ناس هالقد عندهم خبره وهالقد عندهم هن كمان تجربتهم، هذا الشيء كثير انا ساعدني وعم بيساعدني وحيضل يساعدني لبعدين. يعني اكيد الموسيقى مجال واسع وبضل هيك بدك تضلك اب تو ديت. يعني الوقفه على المسرح دائما بيتعلم شيء جديد الواحد، دائما لها رهبتها ولها يعني صعوباتها اللي مش دائما لها علاقه بس بالموسيقى بحد ذاتها. يعني هل عن جد يعني لما الموسيقى او الفنان بيوقف على المسرح يعني امام خاصه اعداد كبيره من الجماهير، عن جد اوقات بينسى حاله لما بيقرب من الاله الموسيقيه؟ صحيح، يعني اغلبيه الفنانين بيواجهوا هالشغله اكيد، خصوصا لما يكون في حفلات شوي صاخبه جماهيريا قدام 5000 شخص وقدام كمان هيدي هيك الحراره، يعني بين او اذا بدك هالتواصل بين يعني المسرح والناس وكل هالمهرجانات، في على طول يعني في نوع من التواصل بيصير بين الموسيقى او بين حتى يعني صاحب العمل او صاحب الحفله وبين الجمهور والناس اللي عم بيزقف كل الوقت، يلي عم بيغني او عم بيعيد الغنيه ورا الفنان او ورا او حتى اذا في عازف عم بيقصن. كمان هذا الشيء بيساعده انه هو اكثر يبدع اكثر، بس يحس في مثل نوع من تحفيز من الجمهور، يعني في تفاعل. هذا شيء حلو، هذا شيء حلو، مش كل الناس بتحسه. يعني شو رايك ابراهيم بهذا الموضوع؟ انا بالنسبه لي اكيد على المسرح خصوصا، يعني قبل دقائق مش الواحد بينسى، بس مثل ما حكى استاذ زاد بضل في رهبه دائما وبضل بيسال اعظم الفنانين. يعني مزبوط، بضل بيسال الشخص او الموسيقي بيسال حاله على المسرح شو بدي اقدم، يعني صحيح شو بدي احكي لاحكي، يعني شو بدي اقدم، لانه اكيد المقطوعه الموسيقيه اللي بتنكتب واللي بينعمل لها بروفيت بدها على المسرح بدها ترجع تاخذ مساحه او بدها ترجع تاخذ وقتها مع الجمهور، يعني بدها تاخذ هي شخصيتها مع الجمهور. صحيح، شكرا لكم ابراهيم رجب عازف ومدرس. شكرا لاستضافتكم ولتلفزيون لبنان. شكرا لكم، يعني عن جد اعطيتونا امل وهيك صبحيه حلوه مع المشاهدين فعلا. هيك ينسوا شوي المشاكل. ابراهيم رجب عازف ومدرس آلة العود بالكونسرفاتوار، زاد خليفه عازف ومدرس آلة الرقبي الكونسرفاتوار ايضا. هيك قبل ما نختم كمان بنسمع مقطوعه موسيقيه وبنرجع بنروح لبريك. يلا شو بتحب استاذ ابراهيم؟ يلا اللي بتحب.
الخير لكم مشاهدينا، بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا الصباحيه من برنامج احلى صباح، وبذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج، ان كان على الفيسبوك على تويتر او عبر الانستغرام احلى صباح. قد نحن بحاجه ببعض المناطق اللبنانيه البعيده عن المدينه انه نكسر الصوره النمطيه الماخوذه عنا، خاصه لما نعتبر انه هالمجتمعات او هالمناطق هيدي بالتحديد هي بعيده عن بيروت، بعيده عن اخلاقنا، بعيده عن ثقافتنا، بعيده عن قناعاتنا كمان. ولكن قد ايه اليوم في اشخاص عم بيكونوا كفؤين وعندهم قدره انهم يوصلوا الصوره المهمه عن هيدي المجتمعات، تحديدا لما تكون الثقافه عم تلعب دور اساسي بانماء المجتمع وبكسر الصوره المغالطه للافكار اللي موجوده عند الكتار. تنحكي اكثر عن مدينه بعلبك، هيدي المدينه اللي بتحمل بطياتها كل معاني الثقافه وكل التراث اللبناني الاصيل. اليوم بصيرني استضيف معي الاعلاميه بتول سليمان، عضو بجمعيه سبت بعلبك الثقافي، تنحكي معها اكثر عن الاول مؤتمر لهم رح يقعد اذا الله راد نهار السبت ب 25 ايلول، حتى يتناولوا فيه اذا بدكم اكثر مبادئ التغيير او مفهوم التغيير اللي مفروض يكون موجود بمجتمعاتنا، ووفق اي اسس لازم نشتغل حتى يبطل هيدا هاجس عند الكتار. صباح الخير لك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير فيك. بالبدايه خلينا نحكي اكثر عن جمعيه سبت بعلبك الثقافيه اللي مفروض اليوم تكون هي باب للثقافي وباب للشباب يلي بتفتح لهم افاق جديده نحو نشاطات اضافيه ونحو يمكن مستقبل جديد. خبريني عن تاسيسها ورشتها. بفترض انه باللي تفضلتي فيه بين المقدمه وبين بدايه السؤال تقريبا اختصرتي مين سبت بعلبك الثقافي كجمعيه وكرؤيه ايضا. واذا بدنا نربطهم فينا نقول جمعيه سبت بعلبك اللي هي بلشت كاطار شبابي بال 2015 هيك ببذره ونواه تحمل كل التنوع بطياتها. هيدي هالاطار هيدا هو شبابي وثقافي، ووحده من اهم الاشياء اذا بدنا نقول الاهداف يلي بيشتغل عليها هو مثل ما تفضلتي يعني تدعيم دور المجتمع المدني تحديدا منطقه بعلبك الشباب واظهار مواهبهم ودورهم. والفكره الاساس هي تغيير او كسر الصوره النمطيه عن المنطقه فوق، اللي حقيقه خليني اقول واكد انه فعلا في مظلوميه كبيره واقعه على هالمنطقه على هالمدينه يلي كمان مثل ما تفضلتي برجع باكد أكيد هي مدينة المجد والثقافة والتاريخ والشعر وكل شيء، كل شيء تاني، مدينة الناس الطيبة والحلوة والمبادئ. نعم. والأخلاق بطبيعة الحال. بس طبعا هيدا الظلم يلي هو صار تراكم إذا بدك على مدار يعني عدة مراحل تاريخية، وللأسف يمكن ممكن يكون حتى بعض أبناء المنطقة ساهم بتعزيزه، ونحن اليوم كأبناء منطقة عم نجي لحتى نخلق تيار معاكس تماما، نقول لا ما بدها تكون هيدي هي الصورة عن مدينة بعلبك وعن أهلها. وأيضا خلينا نكون عم نبلش من هالمنطقة ليس حصرا بها ولكن انطلاقا منها إلى كل أرجاء الوطن لتكون منارة من جديد للأدب للفكر وأيضا للتغيير الاجتماعي. نعم. اللي اليوم صار كتير مطلوب. نعم. قبل ما نفوت بالمؤتمر اللي رح يعقد إذا الله راد نهار السبت. نعم. إذا بدنا نروح لقراءة واسعة وشاملة للمشهد الثقافي لبنان اليوم ما بعد كل المشاكل والأزمات اللي عم نمر فيها، كيف تقريها؟ نعم، حقيقة نحن مش بأحسن حال على كل المستويات، يعني مش المسألة محصورة بالوضع السياسي أو المعيشي الاقتصادي. طبعا الثقافة تأثرت بلا شك بما أنها مرتبطة مباشرة بطريقة تفكير الناس وأسلوب حياتهم. الثقافة ليست مجرد ترف فكري كما يظن كثر، واللي كمان نحن عم نجرب ضمن سبت بعلبك نقول أنه الثقافة هي كيف نحن نتطلع باتجاه الحياة، النظرة إلى الحياة بكل مجالاتها وميادينها. ولذلك نحن اليوم بلا شك تعبون مرضى
أكيد يعني فكرنا وبالنا مش مرتاح ونفسيتنا تعبين كتير ربطا بكل ما يحيط بنا من أزمات. إذا بدنا نحكي على الحركة الثقافية عموما يعني بالسنتين الماضيين غير القصص اللي صارت معنا تحديدا بالبلد اجت مثل ما عادة بيستعمل صديقنا على الرفاعي انه تعطل الكوكب على جائحة كورونا كيف ببلد صغير وهالقد في مشاكل. فأيضا الحركة الثقافية كان عندها هالحصة من التعب من الترهل ومن الضيق ولليوم عم نجرب نقول انه ها خلينا نرجع نطلع خلينا نفتح نافذة وأشرت بكلامك وقلت نكون باب إن شاء الله يا رب يعني لو هيك ثقب وخرم باب بيكون كتير منيح بظل كل هالعتم يلي نحنا فيه كل هالإحباط ما بدي أقول يأس لأنه كمان كلمة كتير كبيرة عم نجرب إنه نعمل شيء وكتير مهم يلي هيك إذا بدنا نشير لقله إنه مش لحالنا إنه نحنا يدا بيد مع بقية الأشخاص ويمكن المؤسسات الجمعيات يلي عندها هيدا النفس عندها هيدا الروح وبعده ما نقطع نفسها إذا شيء إنه نجدد حالنا نحط إيد بإيد لا نرجع نتعاون نطلع شيء يعني نجرب ننقذ فيها البلد ما بدنا نموت نحن وما عم نعمل شيء. نعم يعني اللي عم تحكي جد مهم انه للأسف نحن صرنا عم نحس انه قتلونا نحن وأحياء يعني ولكن هذا النفس رح نرجع نستعيده ولبنان هذا يعني المعروف عنه دايما بيستعيد أنفاسه من تحت الركام وبيرجع بيحلق وبيطير وبيعلي مثل طائر الفينيق. نعم. فثقافة بلبنان لا تموت ولن تموت أصلا يعني إذا كانوا عم بيجربوا يقتلوها نحن من هون انطلقت الثقافة عنا يعني والحرف من مدينة جبيل كمان يعني انطلق يعني ولا ممكن تكون ثقافة عم تندثر بلبنان. ولكن إذا بدي روح أكثر لجمعية سبت بعلبك الثقافي ليه سبت بعلبك؟ شو المقصود بالسبت؟ السبت لأنه إذا بدك كان هاليوم تحديداً ملاذ لكل الناس أن تكون مجتمعة بين الناس اللي هي عائدة من بيروت كونها مستقرة غالبا تحت بسبب ظروف الحياة والعمل وبين الناس المقيمة ببعلبك يعني هذا المتنفس اللي عادة بيجتمعوا فيه الشباب يلي هن كانوا نواة هذه الحركة وهالإطار. فطلعت الفكرة من هونيك أنه يوم السبت اللي عادة نحن بنجتمع فيه يصير نقطة وخطوة إذا بدك بداية لجمعات تانية أوسع وأشمل حاكي همومنا ليس فقط الشخصية إنما نحكي هيك عن الهم العام الهم الاجتماعي والثقافي يعني ما بدنا نحصرها بالمسألة الثقافية علما أنه إحنا بلشنا هيك بشكل متواضع بتوقيع كتب وأمسيات شعرية ولكن توسعت إلى كمان العديد من الأنشطة السنوية اللي صارت أحداث مركزية نحن بنشتغل عليها وتتكرر عاما بعد عام واللي أسسنا لها بالتعاون أيضا مع يمكن المعنيين بالنشاط الثقافي والاجتماعي بالمنطقة يعني وبالمحيط. فمن هون إذا بدك بلشت هالفكرة السبت وصارت الأنشطة بداية إذا بدك الأمسيات تصير هيدا عم تحكي بالبداية يعني من 2015 وانت جاي بأول سبت من كل شهر يعني هيك بلشت وما انحصرنا طبعا بيوم السبت ما بتقتصر نشاطاتنا فقط على يوم السبت ولكن إذا بدك هيدا هي سر هذا هو سر التسمية. نعم. بدي أحكي بس بما أنه جبنا سيرة الأحداث السنوية لأنه مهم كتير نحن نقول كيف صاعدت حركتنا نحن كمان عندنا ارتباط لصيق بالشاعر خليل مطران كونه شاعر الأقطار العربية وموطنه الأساس هو مدينة بعلبك وبيته واللي كان للأسف لظروف البلد وظروف التعاطي مع التراث الأدبي والفكري والثقافي كان مهمل ومتروك كمان شبابنا بسعي ومجهود خاص وأيضا بالتواصل والتعاون مع وريث هالشاعر اللي هو الأستاذ الياس مطران جربوا أنه يرمموا البيت ويشتغلوا عليه ولكن البداية كانت قبل بمهرجان خليل مطران سعيا لإعادة التذكير بهذا الشاعر الكبير وأيضا
كمان لتشجيع المواهب الجديدة. عم بيكون بقلعة بعلبة كل سنة. نحن مر علينا 4 مواسم لهلأ، انقطعنا بسنتين الكورونا، بتعرفي كان شيء فوق الإرادة يعني. بعدها بال يعني تاليا كان عندنا كمان معرض خليل مطران بال 2018 ببيته، يعني بعد ما تم الترميم اللي هو الى حد ما هيك صار مقبول البيت، قلنا خليه يكون واحه ثقافيه ينبع منها، مش هيك انه بس اثر تجي الناس تتفرج عليه وبتروح، او متحف، لا خلي يكون في شيء نحسس الناس بعلاقه مع هالشاعر تحديدا ومع الكتب ورائحتها. كان في عنا تقريبا اكثر من 12 دار نشر عم بيتابع معنا سنويا من كبريات دور النشر بلبنان، وكان عنا محطه سنويه ايضا كثير مهمه اللي هي منبر بعلبك. هالمنبر هو اذا بدي كمان هيك فكره كثير جديده ومختلفه على صعيد الثانويات، كانت تصير مثل مسابقة للشعر والنثر والإلقاء للطلاب لتشجيعهم، وكانت تصير على مراحل مع تصفيات، وبالختام كانوا الطلاب يلي بيطلعوا بعد التدريب يحتكموا لكبار أيضا الأدباء والكتاب بلبنان. رح ننتقل نحن وياك للمؤتمر اللي رح يعقد إذا قال راد نهار السبت ب 25 أيلول تحت العنوان الكبير اللي هو التغيير، واللي بيشمل الإشكاليات التحديات وسبل المعالجة. يعني ضمن هيدي الأطر رح يتم معالجة موضوع التغيير مع عدد من المشاركين والأخصائيين بعدة مجالات. خبرني مين رح يكون في معكم وليه اخترتوا هيدا العنوان تحديدا؟ ليه اخترنا هيدا العنوان؟ يعني أنا برأيي ما لازم نختار أي عنوان تاني. يعني نحن اليوم بعدنا عم نحكي انه وين، يعني انت ببيئة مريضة من كل الجهات وعلى جميع المستويات، ما فينا نضل هيك، خاصة اللي ناويين يبقوا هون، يعني هالناس اللي ناوية تبقى ما بيسوى تترك حالة أسيرة لكل هذا النوع من التخبط، من الضياع، من الاستسلام، يعني ما بعرف إذا بإرادتهم أو لا لهالأمر الواقع هالذل، ولا ما في أي حد أدنى من الكرامة الإنسانية. هون خليني أقول إنه ما شفنا بالأفق شيء مشجع، يعني إنه الوضع رايح للأسوأ، بس انه لازم نبلش من محل معين. من هون اذا بدك اشت الفكره، وهون خلينا نقول انه نحن طبعا مثل ما بلشت بدايه كجمعيه توجهها بنائي، ورسالتها الاساسيه هي التطلع الى هواجس الانسان وافكاره. فلذلك شفنا اليوم يمكن اليوم هاجس التغيير هو اساس المجتمعات وخاصه عند الشعر، بغض النظر عن يعني اذا بدك الشعر والادب والامور اللي رح نضلنا محافظين عليها والموسيقى طبعا، ولكن اليوم هم الناس المعيشه، هم الناس كيف تفكر انها تطور حالها وحياتها وكيف تفتش على مستقبلها المجهول، هي بدها هي تقوم بهذا الشيء مش حدا تاني عنها. لذلك اذا بدك كان هالمؤتمر اللي هو كمان تاسيسي وان شاء الله رح يبنى عليه للسنوات القادمة، ورح ينضم لسلسلة الأحداث السنوية اللي نحن كل سنة كمان هيك متوقف عندها كمناسبات عامة، وكل سنة بيكون له عنوان. ولكن العنوان السنة بيفرض حاله بطبيعة الحال. الإشكاليات لأنه كتار كل حدا منا، كل حدا اليوم بالشعب عنده وجهة نظر باتجاه التغيير، تزبط ما بتزبط كذا، فبنا نحكي هيك نفلش الوراق ونقول شو المشكل، وين اليوم من هالفكرة أساساً، فكرة التغيير، وقدي بعد لازم نتأمل، ولازم نتأمل بطبيعة الحال، وقدي بعد لازم نشتغل تنوصل للتغيير. هيدي هي الفكرة الثانية، هي التحديات، شوفي عنا معيقات كذا لازم كمان نبرزها ونظهرها لحتى نقدر هيك بس نشوف المشكل ونشرحه، نقدر شوي شوي نجزئه ونبلش نتخطاه. والسبل المعالجة هي اللي عم تقولي عنها، انه كيف لازم نشتغل وشو لازم نعمل. اللي جربنا انه نعمله، نحن تواصلنا مع عدد من الناس اللي هن رح يكونوا محاضرين خلال هالجلسات. هالاشخاص تم اختيارهم بناء على قديش هن مؤثرين بالواقع اللبناني عموما اذا بدك، قديش عندهم استقطاب او جاذبيه عند الجمهور اللبناني بالعموم، يعني على اختلاف انتماءاته وطريقه تفكيره، وكمان ايضا يعني وجودهم وتاثيرهم على مواقع التواصل، لانه كمان اليوم هي منبر عم يقدر يوصل لاكثر. هيدي تقريبا اذا بدك المعايير اللي اشتغلنا عليها، وابرز النقاط اللي رح نثيرها. بطبيعه الحال تغيير له عناصر كثيره ما بنقدر نغطيها بوقفه مثل هيدي، ولكن كنقطه انطلاق بدنا نحكي عن النخب، النخبه
اللي هي مفروض أنها تقود التغيير على كل أنواعها وأشكالها، وين اليوم؟ يعني أدي فعليا هي جاهزة أنها تاخد هالناس تستقطبها؟ شو المشكل بينه وبين الجمهور؟ ليه ما عم بيصير في هيدا الكليك إذا صح التعبير، أو يعني هالعلاقة السليمة يلي بتخليها توجههم باتجاه أدي بده يكون في وعي اليوم كمان حتى نقدر نوصل للتغيير. وهون يمكن السؤال بيطرح نفسه اللي هو شو دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بصناعة الوعي؟ هيدي نقطة من النقاط رح نذكرها أيضا واللي رح يحكي عنها أحد المحاضرين بجلساتنا، اللي هي دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل بصناعة الوعي. عم نشوف يمكن المسألة رايحة بالعكس، خلينا نشوف كيف بدنا نوجه بالاتجاه الصحيح، لأنه لازم الدور كتير كبير وحقيقة ما فينا نتخلى عنهم أو نغفل دورهم الأساسي. وأيضا رح نحكي عن المجتمع المدني، وين اليوم المحاولات، تجارب هالناس اللي جربت تعمل شيء، كمان يعني نحكي عن تجربتها، نأسس عليها ونبني، وين فشلت أو إذا بدك لم توفق، من هالنقطة نجرب نسعى إلى ما يضيء ندخل للباب العريض أكتر والأساسي. والخلاصة بتكون أنه التغيير من أين نبدأ؟ يعني هيك نجمع كل الحديث اللي بده يصير لنقول في نقطة معينة بدنا نبلش منها. بنبلش من شيء معين. نعم. طيب لضيق الوقت خلينا نذكر بس مين الأشخاص المحاضرين اللي راح يكونوا موجودين معكم، وراح يكون المؤتمر حضوري ولا افتراضي؟ نعم. نحن إن الله راد راح يكون معنا بالمحاضرين الأستاذ سعد علاو صحفية طبعاً، ومعنا الأستاذ جاد غصن الإعلامي، الأستاذ الشريف سليمان هو ناشط مدني ومحامي، وأيضاً الدكتور هادي صفا، يعني هو أيضاً من الشخصيات التنموية واللي بتشتغل على فكرة التغيير وبتحاضر فيها. بدي ألفت كمان هون أنه نحن المؤتمر هيك صاير إذا بدك نص نص، يعني بما أنه نحن بعدنا بأجواء الإجراءات المتبعة ضد كورونا والله جميعا للوقاية، فنحن عاملين الحضور كتير محدود، تقريبا بحدود 60 شخص أو أقل، والشخصيات إذا بدك كمان تم اختيارهم بناء على قديش هني ممكن يكونوا مؤثرين، وشخصيات إذا بدك نسميها مفتاح تقدر كل حدا بمحيطه يودي الرسائل والتوصيات اللي رح نطلع منها، وإذا كمان بثقت فيما بعد لجان لمتابعة توصيات المؤتمر تكون هي عم تتابع. ورح يكون القسم الثاني فيرتشوال أو افتراضي، رح ينقل المؤتمر مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك سبت بعلبك الثقافة، لكل الناس تكون قادرة تتابع تسأل وتقدم مداخلات، ونحن يعني بأمانة رح نجرب نقلها لضيوف الموجودين. ورح تكون المشاركة مجانية افتراضية؟ طبعا نعم. بلا شك يعني اللينك رح يكون مفتوح، وهني لمجرد ما يفوتوا من 10 الصبح لـ3 بعد الظهر رح يكون الجلسات قدامهم يعني على الانترنت، وان شاء الله ما يخزلنا كمان لحتى نقدر نوصل الصوت. الكهرباء تكون موجودة واضح، يعني هيدا اهم شيء، الصوت بكل ما له من معنى يعني. نعم. اذا قررت لك نهار السبت 25 ايلول ابتداء من الساعة 10 لغاية الساعة 3 بعد الظهر، كل الشباب اللي عندهم هاجس التغيير واللي قديه هو صار ممكن اليوم بمجتمعاتنا، وهل هو ممكن كمان ما بنعرف، اكيد التفاصيل راح ياخذوها عبر المؤتمر اللي راح يكون عبر صفحتكم الخاصه سبت بعلبك الثقافي، فيهم ينضموا عبر اللينك الخاص اذا تواصلوا معكم طبعا حتى يشاركوا افتراضيا. نعم، هي الصفحه اوريدي راح تكون عم تطلع اللايف، فما في داعي ابدا يتعذبوا. اهلا وسهلا فيك الاعلاميه بتول سليمان، عضو بجمعيه سبت بعلبك الثقافي، كل التوفيق لكم. شكرا جزيلا. باول مؤتمر راح يعقد اذا الله راد ان شاء الله. شكرا. نهلا. فاصل اعلان صغير وبنرجع لمتابعه احلى صباح. لكم مشاهدينا ومتابعين صباحيتنا معكم لليوم بلقائنا وحوارنا هلا عبر زوم مباشره، رح نحكي عن المركز الطبي للجامعه الامريكيه يلي عم بينظم حمله تلقيح مجانيه للقاح فايزر لكل يلي مسجلين على منصه وزاره الصحه. لنحكي عن تفاصيل وواقع اللقاحات وواقع كورونا، بصرنا نكون مباشره مع دكتور اميه مشرفيه، اختصاصية بطب العائلة والأمراض المعدية والجرثومية. صباح الخير. أهلا، صباح النور. إن شاء الله تكوني بخير يا رب. الحمد لله. إن شاء الله. دكتور أمية، بداية إذا فيك تعطينا لمحة عن المركز الطبي بالجامعة اللبنانية الأمريكية. هو المركز الطبي بالجامعة الأمريكية
المركز الطبي بالجامعة الأمريكية. رح أحكي أكثر عن التلقيح لأنه هلأ حلقتنا عن التلقيح. المركز التلقيح بالجامعة هو ابتدأ بشباط 14 و2021 مع وزارة الصحة. هذا المركز صار هو مثل خلية نحل، عطول عم بيكون فيه تلقيح. صرنا تقريبا ملقحين ما يعني 139 ألف جرعة صرنا عاطين للمجتمع. هذا المركز هو أنشئ لتلقيح أكثر شريحة من المجتمع، وفي بقلبه مبادرة يلي أطلقتها الجامعة الأمريكية. هي الجامعة باشرت واشترت 90 ألف دوز لتلقح التلامذة والأساتذة والموظفين والعائلات، وضمن كمان كان في مبادرة لفئات معينة بالمجتمع يلي هن تلقيح العاملات المنزليات وسائقين العموميين والناس يلي أعمارهم فوق 48 سنة، والناس الأشخاص كمان اللي أعمارهم بين 16 و 18. نعم. هو مركز خلية نحل لتلقيح أكثر عدد من المجتمع. ما عندنا شك وكنا عم نتابع هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، كل المبادرات اللي بتقوموا فيها بتكونوا عم بتحطوها تتحطي تبلغوا الناس والمسجلين عبر المنصة. دكتور أمية، قبل ما ننتقل لتفاصيل تانية خاصة بما يخص الأعمار، اليوم واقع تلقيح بلبنان يعني بنعرف في فئة قابلة وبدها هذا الموضوع، وفي فئة مترددة، وفي فئة رافضة الموضوع كليا. اليوم واقع التلقيح، هل قدرنا وصلنا للمناعة الجماعية أو بعد؟ هلا وقتا نحكي عن متحورات يعني بصير المناعة الجماعية صعب نحكي عنها، بس إذا بدنا ناخد بالإجمال تقريبا بلبنان صار في تلقيح ما يقارب 30% من المجتمع، وإذا نعتبر المصابين تقريبا ممكن يكونوا وصلوا ل 15%، يمكن يكونوا أكثر لأن في ناس انصابوا ما عرفنا فيها، يعني ما they did not report، ما قالوا لنا لأن كان عندهم أعراض طفيفة وما انفحصوا. سو عم نحكي عن 45-50% من الشعب اللبناني صار عنده مناعة، يعني كأنه عم نتوجه للحصان يعني المناعة المجتمعية. على أمل يعني نقدر نجتاز هذه المرحلة خاصة مع ظهور يعني السلالات الجديدة، قديش اليوم ضروري نحن ناخد اللقاح خاصة يعني مع ظهور متحور دلتا وغيرها من السلالات؟ طبعا هلأ المتحورات كيف تجي؟ تجي المتحورات لأنه بتنتشر بسرعة بالمجتمع وبتصير تتكاثر، وخلال عملية التكاثر هاي الفيروسات بتصير عندها احتمال أكتر أنه بتتغير، والتغيير بيصير عادة يا بيكون التغيير ضئيل بس أحيان بيكون بيأثر على سلوك الفيروس. ممكن يكون تغيير ما له قيمة ما بيغير سلوك الفيروس، أو أحيان بيكون تغيير ممكن يعملها أكتر فتكا أو أكتر إصابة يعني بمرض شديد. كله بيعتمد على وين التحور صار بأي محل بالفيروس، ولكن الأكيدين منه نحن اليوم إنه الناس الملقحين أكيد هني أقل عرضة للاستشفاء وللمرض وللوفاة، وهني 8-25% أقل عرضة من الناس الغير ملقحين. صحيح. في شيء بدنا نعرفه يعني إنه هودي اللقاحات يعني منافعهم جاي يعني نعمة على الإنسان، فمشان هيك كتير مهم إنه قد ما فينا نسرع ونكون نشمل أكتر شريحة من المجتمع باللقاحات. نعم دكتور، خاصة أنه بعض الإشاعات اللي بيتم تداولها إن كان عبر واتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي أنه ما تاخذوا اللقاح ممكن يأثر على مدى البعيد علينا سلبيا، هل هذا الشيء يعني صحيح؟ شو بتقولي لكل الأشخاص اللي بيوصلون رسائل من هذا النوع؟ قد إيه أهمية يكون في عنا وعي بما يخص اللقاح؟ هلا يعني اللقاحات إذا بدك تفكري على المدى الطويل، ما نحن خلينا نطلع من المدى القصير، يعني عم نشوف الإصابات اللي عم تنصاب فيها الناس والمشاكل والكومبليكيشنز، يعني إن ناس صغار بالعمر انصابوا بالكوفيد 19 وصار عندهم جلطات وصار عندهم مشاكل ووفاة. طبعا يعني
مدى منافعهم كثير بفوقوا مشاكلهم. هلا على المدى الطويل يعني نحن خبرتنا باللقاحات، يعني اذا بتحكي عن لقاح الشلل او ابو كعيب او اللقاحات كلها بالاجمال هي نتائج جيده يعني. وبعدين العالم شاهد على قديش اللقاحات وفرت وفاه ووفرت استشفاء ووفرت هيدي ما في حدا يعرفها هلا تقلك انه على المدى الطويل. نعم. بس الواضح انه في ناس يعني اذا ما اخذت اللقاح رح تموت يعني. مزبوط. واذا خايفين من كومبليكيشن اوريدي الكومبليكيشن جاي مع المرض، فبالنتيجه لا اكيد نحن بنشجع على اخذ اللقاح. نعم. وهون كمان دكتور ضروري يمكن نقول للناس انه اللقاح هو مش بيمنع انه كورونا او ننعدي من كورونا، وانما اذا عدينا بتكون الاعراض خفيفه علينا وما كتير بننزعج، صحيح؟ طبعا. هلا في ناس على طول بيسالونا انه انا اخذت جرعتين ورجعت انصبت. هلا في شيء بدنا نوضحه للناس انه ما في ولا لقاح 100% فعال، يعني احسن لقاحات هي 94 95 95%. صحيح. في ناس رح يبقوا ينصابوا، ولكن المهم نعرف انه واحيانا ليش بينصابوا كمان، لانه الشخص وقت يتلقح بحس انه صار محصن، فما بيعود يلبس القناع، ما بيعود يعمل التباعد الاجتماعي، او بصير يختلط باماكن مزدحمه او باماكن مكتظه بالسكان يعني، فهودي كلهم بصير يتخلى عنهم. وفي ناس اللقاح ما خليهم يبنوا مناعة، يعني في ناس عندهم مشاكل بالمناعة أو عم ياخذوا أدوية بتوطي المناعة بتخفض المناعة، فهودي يمكن ما بنيوا مناعة جيدة، بيضلون على على يعني خطر إنه يصابوا بكوفيد 19. بس في بدي أقول شيء مهم، إنه الناس الملقحين حتى كمية الفيروس يلي موجودة بالأنف وبالحلق بتكون أقل بكتير من الناس اللي من الملقحين، وهي سبب للعدوى. وحتى التخلص من الفيروس يلي بنسميه فيرال شيدينج بيتخلصوا من الفيروس بوقت أقل، وكمان هذا شيء كتير مهم لأنه ما بعود يخلي الفيروس تنتقل. صحيح. هلا بعد أكيد. نعم. تفضلي. فأكيد نحن بنعرف أنه ما لح تكون يعني 95% شيء كتير جيد، بس حتى إذا انصابوا العوارض جدا طفيفة، بتكون خفيفة. هل ضروري يعني الشخص بعد إذا كان أوريدي يعني تلقى اللقاح ورجع انصاب بكورونا، هل ضروري يرجع يتلقى اللقاح مرة تانية أو لا؟ هلا اذا الشخص انصاب بالكورونا، هلا في دراسات بتفرجي انه اوضحت انه الناس اللي تلقوا اخذوا كوفيد 19 انفكشن يعني انصابوا ورجعوا اخذوا اول لقاح عم بيكون عندهم مناعه عاليه. بس نحن بعدنا هلا بنمشي بالتوصيات انه لازم ناخذ اللقاحين، اوكي ممكن يكون عندنا مناعه اكثر من الشخص اللي اخذ اللقاحين بدون ما يكون منصاب، بس بعدنا عم نمشي بالتوصيات اللي بتقول لازم نكفي اللقاح. صحيح. دكتور ايضا هل نحن يعني كل يلي تلقوا الجرعتين هل ضروري نتلقى جرعه ثالثه يمكن بتعطينا مناعه اكثر او ممكن تريحنا او تحمينا اكثر؟ اوكي. هلا اليوم بالذات اعلنت اداره الاغذيه والادويه الامريكيه انه حتمنح او تسمح بتلقيح جرعه ثالثه، بس مش لكل الناس، لفئات معينه يلي هن اللي عمرهم 65 وما فوق، او الناس يلي معرضين اكثر من غيرهم لينصابوا بشكل بالكوفيد، مثل بالنسبه لوظائفهم مثل مثلا الاساتذه مثل العاملين الصحيين، او الناس يلي عندهم وضع صحي بيكون عندهم خطوره في حال اذا انصابوا بالكوفيد 19. سو بعد في بيانات ودراسات عم بتقوم فيها منظمه الصحه العالميه والمركز السيطره على الامراض CDC بالولايات المتحده لحتى يشوفوا اي فئات اكثر شيء بتستفيد من ثالث جرعه بنسميها الجرعه المعززه. ولحديت هلا في هودي الثلاث فئات اللي قلتهم اللي عمره فوق 65 سنه اللي عندهم وظائف تجعلهم اكثر خطوره وتعرض مثل الاساتذه العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات اللي حددوها. نعم. والاشخاص اللي عندهم في حال انصابوا حيعملوا كومبليكيشنز او عندهم يعني حينصابوا بشكل خطير، بس نعم. هودي ثلاث فئات بالوقت الحالي. دكتور بما انه عم نحكي عن الفئات العمريه، بنعرف هلا مع عوده المدارس كان في توصيات انه التلاميذ يتلقوا اللقاحات، يتلقوا الجرعه الاولى
على الأقل. اليوم كان كمان صادر أنه يلي عمره تحت 16 سنة ما بيقدر يتلقى اللقاح أو مش مناسب لإله. اليوم شو صحية أو مدى أهمية أنه اليوم اللي عمرهم بين 5 و11 سنة يكونوا عم يتلقوا اللقاح، وأي متى رح تكون الفترة يعني المحددة لإلهم؟ هيدي هلا بعد دراسات جديدة يلي عم تقوم فيها فايزر لتاخذ السماح بالدوز من 5 ل يعني 5 سنين و11 سنة. بس نحن بلبنان يعني هلا نحن بلبنان وزارة الصحة هودي بعدهم ما تعمموا الخمسة إلى 11 سنة، بعدنا ما تعمموا. نحن هلا بلبنان عم نحكي عن بعدنا من 12 وما فوق. بس أنا بدي أقول بالنسبة للمدارس، كل الدراسات فرجت إنه بالمدارس اللي أهم من تلقيح التلاميذ هو الإجراءات اللي بتقوم فيها المدرسة بالنسبة للكوفيد 19. في دراسات أجريت بألمانيا وبأمريكا فرجت إنه المدارس يلي فتحت ما كانت عم تتأيد بالتباعد الصحي وجعل الأولاد ارتداء القناع وغسل اليدين بشكل متكرر وعدم الابتزاز. وقتها فتحت ما بدون ما تتأيد بهيدي الإجراءات صار عندها تفشي وأوت بريكس بالكوفيد، بينما زيت المدارس وقتها أخذت الإجراءات زيتها صار عندها عدد كتير متدني والإصابات تقريبا اختفت. مما يعني أنه بالمدارس بالذات كتير مهم الإجراءات، يعني إذا يمكن أهم من اللقاح حتى، فالإجراءات كتير كتير مهمة. بينما في عنا الأساتذة اللي لازم يتطعموا، لأنه كمان فرج الدراسات أنه ممكن يكونوا هن أكتر يعني احتمال أنه ينقلوا العدوى. فأنا برجع يعني بقول أنه أهم شيء بالنسبة للمدارس أكيد حملات التلقيح إذا كفت مع وزارة الصحة والجامعة. نحن بالجامعة الأمريكية عم نتواصل مع كتير مدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع مبادرات تانية، عم نتواصل مع المدارس لنلقح أكثر عدد ممكن من الطلاب طبعا. ولكن هيدا ما بي يعني ما بيمنع أبدا أو لازم نتأيد بالإجراءات الوقائية. صحيح دكتور. كمان سؤال بما يخص أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يلي بيطلب منهم التفاعل والتواصل مباشرة، أوقات في شخص يمكن ما بيشعل إحنا بنضطر أنه نلمسه وما يكون في تباعد جسدي معه، أو حتى يلي ما بيسمع أو حتى يلي ما بيحكي بنضطر أنه يكون في كونتاكت مباشر أو تواصل مباشر معه. هل عم بيتم التواصل أيضا مع المراكز والجمعيات المختلفة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة كرمال يعني كفوا متابعة هذه الأشخاص؟ هلا أكيد بعتقد أنا وزارة الصحة قامت بمبادرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن بالجامعة هون نحن we are open يعني لأي مبادرة للمجتمع. نحن قلت لك هلا بلشنا بالمدارس وما بيمنع نروح لهي الكاتيجوري، بس أهم شيء إنه يصير في تنسيق، لأنه ما بدنا يصير في تداخل بالمبادرات. المهم إنه يكون المبادرات تشمل أكبر عدد ممكن من المجتمع. فإذا صار في تنسيق بين الوزارة والمبادرات يلي عدة جهات عم بتقوم فيها، والجامعة الأمريكية واحدة منهم بشكل مستمر عم بيصير في تواصل مع المدارس، بهيك منلقح أكثر شريحة من المجتمع. أكيد دكتور. قبل ما نخطب تنحكي عن صلب الموضوع يلي هي الحملات يلي بدأتوها ببعض المناطق اللبنانية وبتقديم اللقاحات المجانية من نوع فايزر، كم منطقة صرتوا زايرين أو وين موزعين بأي مناطق؟ وطبعا الأعداد يلي عم بغطيها المركز الطبي بالجامعة الأمريكية. هلأ نحن مثل ما قلت لك الحملات بلشنا فيها، في اشياء كان حملات ضمن الجامعه وفي حملات كانت برات الجامعه. الحملات اللي كانت ضمن الجامعه يلي هي كانت مبادره من الجامعه، وقتها الجامعه اشترت الفاكسين وطعمت موظفينا، طعمت فئات ثانيه
قلت لك وكنا من اوائل الناس اللي طعموا مثلا العاملات المنزليات، كان عندنا فئه هيدي وحده هيدي طعميها ضمن الجامعه. نعم. مثل ما قلت السائقين العموميين لانه بيحتكوا بالناس كثير، كمان هودي هالكاتيجوري هالفئه طعمناها. نعم. كمان لقحنا الناس الأعمارهم 48 سنة وما فوق، وكمان لقحنا الناس يلي أعمارهم 16 سنة ل 18، هودي كانوا فئات ضمن الجامعة. نعم. برات الجامعة كان في حملة بتلشيحة، مستشفى تلشيحة كان في تنسيق معهم، وافتتحنا هونيك كان في يعني فتحنا المركز لحتى نلقح تلاميذ المنطقة، تلاميذ منطقة زحلة، والتلاميذ كانوا بينتموا لمدارس خاصة مدارس رسمية، وكان في إعلان للمدارس اللي بحب يعني اللي بده يلقح تلاميذه. كانت حملة كتير ناجحة، طعمنا عطينا 714 جرعة يعني بنهار. نعم. واحد. وهلأ في مثل ما قلت لك في حملات تانية مع مدارس تانية عم ننسق معها، وطبعا هيدي بدها تنسيق وبدها تنظيم يعني، لأنه أكيد. المحلات اللي عم نروح عليها بدنا نأكد أنه بتوافي كل الشروط يلي وزارة الصحة بتطلبها بالنسبة لل التلقيح، وبذات الشيء وكمان أنه تكون. نعم. منطقة يلي بتستجلب عالم يعني يكون في إقبال على هالمراكز. طبعاً. فهلأ في عدة مبادرات قايمين فيها، ويعني نسمع عنها عن قريب إن شاء الله. شكراً لك الدكتورة أمية مشرفية، حضرتك اختصاصية بالطب العائلي والأمراض المعدية الجرثومية. أكيد بنطلب لك من كل شخص يتسجل هلأ على المنصة حتى يقدر يطلع له دور، ونكون عم نحقق على القليلة يعني الحماية الجماعية. شكراً لك. شكراً لكم. شكراً. مشاهدينا من هذا الفقرة نروح أكيد دايماً مع زميل داني حرب بجولة حول العالم. أثر ذوبان هيل على الغطاء الجليدي بجرينلاند خلال موجة حر أدت لارتفاع درجات الحرارة بأكثر من ضعف المتوسطات الموسمية وفقا لباحثين دنماركيين. وقد ذاب الغطاء الجليدي بحوالي 8 مليارات طن بشكل يومي، أي ضعف متوسط المعدل الطبيعي خلال فصل الصيف، وفقا لموقع بولر بورتل اللي بيديره باحثين دنماركيين. بعبارة تانية الوضع خطير، لأنه كمية الجليد اللي ذابت كانت كافية لتغطية فلوريدا بأكملها بخمسة سنتيمتر من المياه. لازم نعرف أنه الغطاء الجليد بجرينلاند هو تاني أكبر كتلة من جليد المياه العذبة على الكوكب، وهي بتتكون من 1.8 مليون كيلومتر مربع من الجليد، وهي بالمرتبة التانية بعد القارة القطبية الجنوبية. كشف أول تحليل علمي شامل لميغاليت ستونهنج عن بعض السمات اللي جعلتها مادة بناء نموذجية للنصب التذكاري الشهير بجنوب إنجلترا، بما في ذلك مقاومته القوية للعوامل الجوية. وقد وصف الباحثون مجموعة من الفحوصات اللي قدمت لمحة داخل أحد الصخور الميغاليتية المكونة من 52 حجر رملة لتكتسب نظرة ثاقبة على جيولوجيتها وكيميائها. ودرس الباحثون عينة أساسية مستخرجة من أحد السارسنز، وتبين أنه السارسنز صنع من الحجر المسمى سيلكرات يلي بيتكون تدريجيا فوق سطح الأرض بعدة أمتار نتيجة لغسل المياه الجوفية من خلال الرواسب المدفونة. وأوضح الفحص الهيكل الداخلي لستون 58، وأظهر أن الخرسانة السيليكونية بتتكون أساساً من حبيبات الكوارتز، والكوارتز مقاوم للغاية وما بينهار أو بيتاكل بسهولة حتى عند تعرضه لدهور من الرياح والطقس، مما بيجعل الحجر متين بشكل مثير للإعجاب. واستخدم الباحثون التصوير المقطعي والأشعة السينية والتحليلات المجهرية وتقنيات جيوكيميائية مختلفة لدراسة الشظايا والشرائح الرقيقة للعينة الأساسية. وبيقول الباحثين أنه لا يزال من غير الواضح بالضبط أي متى تشكلت الصخور، على الرغم من أنه الباحثين وجدوا أنه بعض حبيبات الرمل بتعود إلى ما قبل العصر ميزوبروتيروزويك، أي من حوالي 1.6 مليار سنة. وبيأمل الباحثين أنه يتمكنوا من العثور على المصدر الفعلي للأحجار الغير معروفة. ابتكرت شركة إسبانية نظام لاستخراج مياه الشرب من الهواء الرقيق لتزويد المناطق الكحلة، حيث بيكون الناس بأمس الحاجة لها.
وقال إنريكي فيغا 82 سنة المهندس اللي اخترع الآلة خلال فترة جفاف آسيا بجنوب إسبانيا بالتسعينات إنه الهدف هو مساعدة الناس وبالأخص بالأماكن حيث ما بتتوفر مياه شرب، والأجهزة اللي صنعته شركته بتوفر بالفعل مياه نظيفة وآمنة للمجتمعات بناميبيا ولبنان. وبتستخدم الآلات الكهرباء لتبريد الهواء حتى يتكثف بالماء وتسخير نفس التأثير اللي بيسبب التكثيف بوحدات تكييف الهواء، في حين أن مولدات المياه الأخرى اللي بتعتمد على تقنية مماثلة بتتطلب رطوبة محيطة عالية ودرجات حرارة منخفضة لتعمل بشكل فعال. وبتعمل آلات بيغا بدرجة حرارة بتوصل ل40 درجة مئوية وفيها تتعامل مع رطوبة بتوصل ل15%، ويمكن لآلة صغيرة أنه تنتج حوالي 75 لتر باليوم، ويمكن حملها بسهولة على عربة، مع العلم أنه الإصدارات الأكبر فيها تنتج حتى 5000 لتر يوميا. وأوضح بيغا أنه فكرته ليست فقط صنع جهاز فعال، ولكن أيضا لجعله مفيد للأشخاص اللي ممكن يضطروا للمشي لأميال لجلب المياه أو حفر الأبار. لأن النساء هن نصف المجتمع، ومن أجل حماية حقوقهم وتعزيزها أكثر وإنهاء التمييز العنصري ما بين النساء والرجال بشكل عام، ومنعرف قدي المرأة إلى أحقية بمجتمع قدي صارت هي قادرة أن تترأس الأمور وتكون امرأة قيادية. رح نحكي أكثر عن مشروع النساء والأديان وحقوق الإنسان بلبنان مع مسؤولة قسم الالتزام المجتمعي بمؤسسة أديان ومديرة المشروع أدريانا بوديوان. صباح الخير لك أدريانا. صباح النور، شكرا للاستضافة. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. بالبداية لمحة عن مؤسسة أديان وعن قسم الالتزام المجتمعي بالمؤسسة. مؤسسة أديان هي مؤسسة لبنانية تأسست سنة 2006 وبتشتغل على ثلاث قيم أساسية اللي هن التنوع، التضامن والكرامة الإنسانية. ومن خلال قسم الالتزام المجتمعي وهو أحد أقسام المؤسسة، نحن بنكون عم نشتغل فعلياً مع المجتمع، وهو يعتبر هذا القسم امتداد عمل المؤسسة وعي قيمها بقلب المجتمع اللبناني وبالعالم، من خلال وجود شبكات المتطوعين والمتطوعات، السفراء الشبيبة، وأيضاً منتدى المسؤولية الاجتماعية. وأيضاً من خلال قسم الالتزام المجتمعي بنكون عم نشتغل على مشاريع أديان لمتعلقة بالتضامن الاجتماعي، خصوصاً مع وضع لبنان الحالي. نعم، بما أني ذكرت وضع لبنان الحالي اليوم، كيف عم نقدر نوفق ما بين الأوضاع اللي عم نعيشها والمشاريع اللي مفروض نحن نكون عم نشتغل على تنميتها وإنماء أكثر، خاصة بما يتعلق بالنساء وحقوق الإنسان؟ نعم، يعني مثل ما ذكرت، أكيد وضع لبنان صعب، ولكن عم نحاول قد ما بنقدر نكون عم نلاقي طرق لنحافظ على عملنا، ولا أيضا كمان نكون مستمرين لنقدر نحقق أهداف المشاريع المتنوعة اللي بنشتغل عليها، مثل المشروع اللي هلأ اليوم رح نحكي عنه اللي هو النساء والأديان وحقوق الإنسان بلبنان. نعم، خبريني عن الفكرة، كيف هيك انطلقت الفكرة وفي أي أسس عم تشتغلوا حتى إذا بدك أكثر نفعل المبادرة أكثر؟ نعم، المشروع انطلق من خبرة أديان الطويلة بالعمل مع المؤسسات الدينية، ومن خلال منهجية عملها اللي تركز على الشغل مع المؤسسات الدينية إلى جانبهم وبالشراكة معهم و مش ضدهم. وهذا المسار هو مسار طويل اشتغلنا من سنين عديدة مع المؤسسات الدينية، ومن هون انطلقنا بالمشروع انه ضروري يكون في مشروع متعلق بالنساء والأحوال الشخصية، ومنشتغل على هذا المشروع مع مختلف الجهات او الفعاليات اللي عندها دور، مش بس الجهات او المؤسسات الدينية، وانما ايضا اللجان البرلمانية والنواب يلي هن عندهم دور التشريعي، وأيضا منظمات المجتمع المدني اللي عندهم خبرات طويلة متراكمة عن موضوع الأحوال. بما أني ذكرت عن حقوق النساء بالأحوال الشخصية، تحديدا الأحوال الشخصية 15 اللي هي حاليا، مظبوط؟ فخلينا نحكي عنها أكثر، كيف عم قد اليوم لازم يكون في أهمية وضرورة لتفعيل هذه الحقوق؟ نعم،
مثل ما ذكرت في حاليا 15 قانون للأحوال الشخصية مختلف لمختلف الطوائف اللي موجودة بلبنان. وإذا منجي نطلع على القوانين المختلفة 15 منلاقي أنه في دائما إجحاف لحقوق للنساء وفي تمييز ضدهم. ما من يعني بالقوانين كلها فيها هذا الإجحاف موجود، يعني مش في طائف أو قانون يمكن ما في إجحاف، الإجحاف موجود بمختلف القوانين وأيضا بمختلف المستويات. ومن هون في أهمية نشتغل سوا على تحسين هدول القوانين كرمال نقدر نحسن حقوق النساء أولا، وثانيا نقدر نجرب نلغي هذا التمييز يلي موجود كرمال لأنه نوصل لقانون بينصف النساء. نعم. طيب شو هي الخطوات اللي عم تشتغلوا عليها بالنسبة لهذا الموضوع؟ يعني من وين نبلش بالبداية؟ بلش المشروع باجتماعات فردية ورجع اجتماع لمجموعة من قضاة يعني روحيين ومذهبيين وشرعيين كرمال نوقف معهم ناخذ رأيهم على الفرص والتحديات موجودة بالقوانين الحالية لتحسينها وكل شيء بيتعلق بموضوع النساء والأحوال الشخصية. وتابعنا باستبيان صار على مساحة لبنان، سألنا اللبنانيين واللبنانيات عن رأيهم بالأحوال الشخصية وشو بيعرفوا عن الأحوال الشخصية. وهون بحب أذكر أنه حوالي 43% من اللبنانيين ما بيعرفوا أبداً أو بيعرفوا بجزء قليل عن الأحوال الشخصية، فهون كمان مهم نكمل بالمرحلات بالخطوات الباقية من خلال الحملة الإعلامية اللي نحن هلأ عم نقوم فيها على أول شيء الإضاءة على موضوع النساء بالأحوال الشخصية وأيضاً على زيادة التوعية على هذا الموضوع إلى جانب الدعايات اللي عم تطلع على التلفزيون. كمان عم نكون نحن قريبا عم نطلق بعض الفيديوهات او الصور اللي هي بتهدف للتوعيه مثل ما ذكرت. وبمرحله لاحقه رح يصير اصدار لتقرير شامل عن موضوع الاحوال الشخصيه بنركز فيه على المخرجات اللي طلعوا من الاجتماعات السابقه، وايضا لانه صار كمان اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني ومع اللجان البرلمانيه. وب 2022 راح يكون في مؤتمر دولي للوقوف على الخبرات الدولية بموضوع النساء والأحوال الشخصية، ومنهي المشروع بإصدار توصيات. هذه التوصيات راح تكون عم تتقدم على شكل ورقة سياسية تتقدم للبرلمان اللبناني وأيضا الحكومة بوقتها. هيدا المشروع هو بدعم من وزارة الخارجية الدنماركية اللي رح يستمر لغاية 2022. إذا بدي أحكي عن خلاصة هيدا المسار اللي رح يختتم بعام 2022، طبعاً رح تخرجوا بتوصيات. شو هي التوصيات اللي عم توضعوها؟ شو أهم بنودها؟ نعم، التوصيات بحب أذكر إنه هي ما رح تكون عم تطلع من مؤسسة أذان كمؤسسة أذان، وإنما رح تكون عم تطلع مشتركة بصوت واحد من الجهات أو الفعاليات اللي ذكرتها، بما إنه هن عندهم دور أساسي بموضوع الأحوال الشخصية والنساء. فهيدول التوصيات هن بيركزوا على مساحات اللي بنقدر نحسن فيها بمختلف قضايا الأحوال الشخصية وراح تكون عم تتقدم. نحن ما راح نعد قانون وإنما فقط راح نقدم هدول التوصيات لتحسين الوضع الحالي. نعم، كونك امرأة اليوم وبعرف قد أنت داعمة للنساء بشكل عام من خلال المشروع اللي عم تقوموا فيه، شو أبرز المطالب يلي دايما النساء بيطالبوا فيها بالإجمال؟ نعم، أكيد موضوع الأحوال الشخصية هو يمكن من أولويات مطالب النساء بلبنان، وأيضا أكيد مواضيع مختلفة عم يشتغل عليها غير مؤسسات وغير أفراد وناشطين اللي هي أكيد متعلقة بمختلف الحقوق ومن عدم تسبيج قانون لعدم تسبيج القاصرات، العمل على موضوع العنف الأسري وأيضا المشاركة السياسية للمرأة. نعم، طيب هيدول أبرز النقاط يلي مطالب فيهم اليوم. في حال بدنا نبدأ من نقطة الصفر حتى نرجع، نعرف إحنا أنه تقدمنا كتير، ولكن في حال بدأ أرجع لأبرز مشروع وأهم مشروع وهو واللي كتار بيطالبوا فيه، أنه المرأة بالإجمال تقدر تعطي اسم عائلتها لابنها، فقد هذا المشروع عم تشتغلوا عليه؟
ما قدرت اسمع السؤال بشكل واضح. نعم. عم بحكي عن نقطة كتير مهمة واللي أغلب النساء عم بيطالبوا فيها، أنه المرأة تقدر مثل ما الرجل بيقدر يحمل اسم عائلته لابنه، نفس الشيء المرأة عم بتطالب أنه تحمل اسم عائلتها كمان لأولادها. نعم. عم تشتغلوا على هيدا الموضوع؟ هيدا المشروع بالتحديد اللي نحن عم نشتغل عليه هو فقط عم بيعنى بموضوع الأحوال الشخصية، كل شيء مرتبط بقلب بمفعيل الزواج إذا فيني أقول، يعني من خطبة لزواج لبطلان زواج لطلاق لحضانة وإلى ما هنالك. أما المواضيع المتعلقة بحقوق النساء المختلفة من إعطاء اسم العائلة أو حتى إعطاء جنسية، هذا الموضوع أكيد غير مؤسسات عم تشتغل عليه. نعم. طيب اليوم إذا بنحكي عن مشاريع مستقبلية عم بتحضروا لها، عدا عن المشروع اللي حكينا فيه وذكرني شوي، شو هي مشاريعكم؟ نعم، مؤسسة أديان مش بس تشتغل بقسم الالتزام المجتمعي وإنما بأقسام مختلفة. أحد أبرز المشاريع اللي هلأ كمان يمكن الناس كتير عم تعرف عنه هو مشروع برلمان شبابي، بحب أذكره لأنه قريبا بأول 20 الأول حيكون في ببطل العالم تسجل تكون ناخبة، وبـ 24 الأول رح يصير في الانتخابات الشبابية البرلمان الشبابية، فهيدا أحد المشاريع المقبلة. وأيضا نكمل نشتغل على مشاريع متعلقة بحرية الصوت والمعتقد، فكمان في مدربين وأيضا مشاريع مختلفة متعددة بالمدارس وأيضا مع مختلف الأفراد. نعم. بختم هيدا اللقاء أدريانا بوديوين، بتحب تضيفي شيء؟ شكرا، وبدي ادعي المشاهدين انه يكونوا عم بيتابعوا صفحات أديان على مواقع التواصل الاجتماعي أديان فاونديشن كرمال يتابعوا كل تفاصيل الحمله اللي نحن نكون عم نشتغل عليها اللي هي تحت عنوان كيف احوالك. نعم، مشكوره على هذه المداخله عبر زوم مسؤوله قسم الالتزام المجتمعي بمؤسسه أديان، ويعطيكم الف عافيه على المشروع يلي مستمر لغايه 2022، النساء والأديان وحقوق الانسان في لبنان. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع لمتابعه احلى صباح. عودة لكم مشاهدينا، وبلقائنا الأخير راح نروح لأماني محمود قصقص اللي هي كاتبة، وطبعا مع عودة تلاميذ للمدارس والهاجس الأكبر عند الأهل أو حتى تلاميذ اللي اعتادوا أنهم يخافوا من كورونا، كتبت قصة للأطفال، قصة توعوية بعنوان الفيروس كوكو بالمدرسة بطريقة سهلة وبسيطة، بتقدر تكون عم بتعرف كل التلاميذ على شو هو فيروس وما تكون عم بتخوفه منه ويكون في عنده هواجس حتى لنرجع لحياتنا الطبيعية خاصة بالمدارس. لنعرف أكثر عن هيدي القصة بصرنا يكون معنا مباشرة عبر زوم أماني محمود قصقص. صباح الخير. صباح الخير، إن شاء الله تكون منيحة يا رب. صباح الخير لجميع المشاهدين اللي عم بيتابعونا. أهلا وسهلا فيكي. بداية يعني اليوم بهيدي القصة كنت عم بقريها هيك تحت الهوى، فعلا بطريقة سلسة وبطريقة هيك مبسطة عم نقدر نوصل المعلومات للتلاميذ. ليش اخترت تحديدا القصة أو الكتاب لتوصيل أفكارك؟ بداية بحب اتشكرك لاستضافتك لإلي. شكرا لإلك. أقل شيء، اولا بدات كتابه هيدي القصه باوائل الحجر تقريبا بشهر تشرين الثاني لما صار في اقفال للمدارس السنه الماضيه، فاستفدت كثير من هيدي الفتره، والان الحمد لله القصه اصبحت يعني مطبوعه كتاب وحصلت على رقم ISBN لحقوق النشر. فنشات فكره هيدي القصه كوني انه بتعامل مع الاطفال ومع الاولاد، قررت انه اكتب قصة بعنوان الفيروس كوكو في المدرسة، لأنه لاحظت عند الأولاد فاهمين إنه في فيروس كورونا بس مش متعايشين ومتأقلمين مع هذا الفيروس، يعني ما عارفين كيف يلتزموا، غير متمكنين من التعايش معه والتأقلم معه، كيف يلتزموا بالإرشادات والتوجيهات اللي لازم يلتزم فيها كل ولد خلال هيدي الفترة. يمكن لأنه بقيوا فترة فترة طويلة بالبيت، يعني ما كانوا دايما على اختلاط دائم بأصحابهم.
ممكن لانه كمان صار هذا الموضوع هو من بيئه كل ولد، فلازم يعرف الولد كيف يلتزم بالارشادات والتوجيهات. فمن خلال هذه القصه وصلت هذه الرساله انه كيف نلتزم بالارشادات والتوجيهات. بالاضافه انه العدوى كمان عم تنتقل، صارت احيانا من الصغير للكبير. صحيح. والطفل ما عم ببين عليه العوارض. فلقيت ضرورة نشر هيدي نشر التوعية عبر القصة، عبر القصة الورقية، لأنه القصة من الوسائل الأساسية للولد يلي من خلالها بنقدر نوصل المعلومة بطريقة صحيحة، وبيكتسب منها للقصة أهداف عدة، إن كانت اجتماعية تربوية توعوية، بالإضافة بيكتسب منها مفردات جديدة وبتغني مخزونه اللغوي ومو تكنيك ايضا، يعني بما يخص ايضا يعني هالفيروس يلي رافقنا على مدى سنتين. اماني اليوم الفئه العمريه المستهدفه من هيدي القصه بتتراوح من اي عمر لاي عمر؟ الفئه العمريه هي من صفوف الروضات للصف الثالث اساسي. نعم، هذا السبب اللي خلاني انه استهدف هيدي الفئه، لانه الولد بهالعمر لازم نعلمه السلوكيات الصحيحة والرسخ عنده السلوكيات الإيجابية ولا يتخلص من السلوكيات الخاطئة. نعم، فهذا العمر حسيته أنه لازم نرسخ له هدول السلوكيات الإيجابية. صحيح. وكنت عم بقرأ يعني بالقصة طريقة، أكيد يعني بس يقروها كل المشاهدين خاصة إذا عندهم أولاد بهيدا العمر رح يعرفوا عن شو عم بحكي. بقلب القصة كان مثل كأنه الطبيب عم ببسط موضوع كورونا، لأنه كنا عم نشوف بعض الأطفال أنه لا ما تسلم علي، في فيروس، في يعني ضروري أكيد يكون في تباعد جسدي بين الأشخاص، ولكن كان في نوع من الخوف. اليوم بطريقتك الكتابية بسطت موضوع الفيروس وانه فيروس ورح يمر، يعني كمان شددت على الطريقة الإيجابية بالتعاطي مع هيدا الفيروس ومع الطفل تحديدا. صحيح، انا قربت فكرة كورونا للوعي ومخيلة الولد حتى ما ينصاب الولد بالخوف والتوتر، يعني لأكثر عنده الخوف. فهيدي القصة كانت يعني بسيطة، حتى لما الطبيب قال انه نحن حنسمي هيدا الفيروس اسمه كورونا بس نحن حنعطيه اسم كوكو، يعني عطيناه هيك اسم دلع بسيط للولد. صحيح. يكون ما يخاف منه، يتعايش معه، يتقبله. صحيح، لانه انا عم ببرم على بعض، عم زور بعض دور الحضانة وبعد المدارس، عم بعمل توعية للأولاد وعم بقرأ القصة، فبعض الأولاد عم بيكون بقول لهم شو بتعرف عن كورونا، دغري بيقولوا لي موت. فإنه ما بدنا نخوف الولد من كورونا. صحيح. إذا أخذنا دواء يعني منبسطنا للأمر. نعم، أماني هل سيتم نشر الكتاب بالمكتبات ولا بس بالمدارس؟ يعني اليوم إذا حدا عم يحضرنا هل بيقدر يوصل لهذا الكتاب بقلب المكتبات ولا فقط يعني بيوصل بس على أيديهم بالمدارس؟ هلا للحصول على نسخة من هيدي القصة ممكن يتواصلوا معي عبر رقمي الخاص. نعم، يلي هو 70. نعم. 93. نعم. 22. 06. أو عبر البريد الإلكتروني kaskasamani3@gmail.com. اوكي، هلا اكيد بنرجع بنذكر المشاهدين بختام الحلقه بكيفيه التواصل معك للحصول على نسخه من الكتاب. اليوم مين دعمك لتنفيذ هذا المشروع؟ انا عن جد بشكر ربي اول شيء انه القيت الضوء حول هذا الموضوع يلي هو توعوي اللي منساعد الولد ومنساعد مجتمعنا لنتخطى هيدي المشكله اللي هي صارت عالميه. وبتشكر اهلي للي هن شجعوني ووقفوا حدي وساندوني، وبشجع بالاضافه الاهل والمدارس انه يستثمروا هيدي القصه مع اولادهم ويستفيدوا منها ليوصلوا فكرة كورونا بشكل سهل وبسيط. صحيح. للولد.
عم نشوف كمان هيك عم نتشارك مع المشاهدين بعض الصور عن القصة، ولكن كمان أيضا يلي لفتني بالقصة أماني بنهاية الكتاب أو بالقصة في هيك مجموعة من الأسئلة حول فحوى القصة تنشوف إذا الولد فهم المضمون ولا لا. شو أهمية وضع هيك نوع من الأسئلة؟ صحيح، هي القصة مكتوبة بلغة مفهومة وسهلة وبسيطة. فحبيت أعمل بنهاية القصة مجموعة من الأسئلة لنشوف إذا فهم الولد مضمون القصة. فهذا الشيء حلو، يعني آخر شيء كأنه تقييم للولد. هل برأيك يعني اليوم هيدي الطريقة بترسخ المعلومة بذهن التلميذ أو الطالب أكثر؟ أكيد، نحن لما عم نسأل آخر شيء أسئلة بدنا نشوف إذا الولد فهم مضمون القصة. إذا ما فهم مضمون القصة بنرجع بنشوف وين في ضعف، بنرجع بنظبط المعلومات عند الولد. صحيح صحيح. أماني، يعني قبل ما نختم في سؤال أكيد دايما بنحكيه خاصة بعودة المدارس وبعد انتشار التنمر الإلكتروني، بنعرف أنه دايما المجتمعات والمحيطات اللي احنا بنكون فيها خارج العائلة بيكون في تنمر. اليوم للأسف يعني مع بداية كورونا كان شخص إذا مصاب بكورونا أنت مصاب بكورونا، أنت يعني بيعملوه كأنه هو قصد أنه ينصاب. اليوم هيدي الفكرة عند الأطفال، كيف ممكن نعالجها اليوم بنظرتك كمربية؟ نحن بدنا مثل ما حكيت قبل أنه نحن بدنا نبسط للولد أنه كورونا مرض مثل أي مرض، هو مثل أي كأنه غريب، بتطلع حرارة، بصيروا يجعونا زلعين، ما هيك نبسط له الأمر للولد. مو ضروري إنه أنت إذا معك كورونا يعني أنت بدنا أوكي لازم تبتعد عن رفقاتك، عن ما لازم يعني ترجع تجي على المدرسة لمدة 14 يوم مثل ما ذكرى بالقصة، بس مش إنه والله نحن بدنا نصير نخاف منك. لا، من خلال التزامنا بالكمامة، من خلال تعقيم إيدينا، غسل إيدينا بالماء والصابون كتير منيح، هيدا الشيء حنتخطى مع الولد هيدي المرحلة ويصيروا كلهم إنه يتأقلموا مع بعض، غير إنه فتحنا المدارس ولازم كل مدرسة تتبع هالإرشادات، بيصير في تباعد بين بعض. طبعاً يعني ضروري إنه ضروري يعني الولد بدنا نرجع لحياتنا الطبيعية يلي اشتقنا لها، والولد كتير طفل واعي يعني يعني إذا حطيتي له أنظمة وقوانين بيتبعها. مظبوط. هل عم بتحضري لخطط مستقبلية أو قصص جديدة بهيدا الإطار أو بخارج هيدا الموضوع أكيد تكون توعوية؟ عم بشتغل على كتاب تربوي للأطفال، هو لكل حرف جملة من خلاله بيتعلم الولد الحرف. نعم، ضروري يمكن نرجع هيك نشدد شوي على اللغة العربية اللي هي لغتنا الأم. شكرا لك، شكرا على وجودك معنا، وشكرا على هالقصة فعلا يلي بتفيد كل طفل اليوم. وعن جد يعني أنا قريتها بطريقة كتير سهلة مبسطة، كلمات قليلة، صور أكتر تيفهم عن شو عم ينحكى بقلب القصة. شكرا لك أماني محمود أسأس، حضرتك كاتبة وأصدرت مؤخرا كتاب الفيروس كوكو في المدرسة. ومنذكر طبعا المشاهدين للحصول على نسخة من هيدي القصة بيقدروا يتواصلوا معك على 70932206 أو على البريد الإلكتروني. هون بدي أطلب منك حضرتك ترجعي تقولي لو سمحتي. أوكي، كسكس أماني 3@gmail.com. أوكي، شكرا لك أماني وعلى وجودك معنا. وجددا بحب ارجع اتشكرك لاستضافتك لإلي ولتلفزيون لبنان. نحن بشرفنا واكيد بدوري بتشكر كل فريق العمل وخاصه سينا وباتريسيا اللي دائما بيزودونا بالضيوف وبالاعداد. شكرا لك اماني. شكرا شكرا كثير، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، اكيد بنطلع عليكم بكره بتمام نفس الاوقات.